هلو يا حلوين، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع بعض. النهارده هنتعلم حاجه بسيطه خالص كده للجارات في اختيار الفتيل. اختيار الفتيل، ازاي سمك احدد سمك الفتيل بالنسبه للجار اللي انا هصب فيه. وبرضو هعمل لكم فيديو برضو بسيط للقوالب للفتيل، لان الفتيل مهم جدا، يعني اهم حاجه في الكندل اختيار الفتيل وطريقته في تثبيته في الجار. خصوصا لو انا اخترت فتيل غلط الكندل مش هتسيح معايا. تمام، اول حاجه اوريها لكم الودع الكونكريت. دي ودع كونكريت، هي يعني سمكها واسعه، قطرها سوري القطر بتاعها واسع، لكن هي من هنا مش محتاجة 2 فتيل خالص، هي محتاجة فتيل واحد لكن متشمع كويس. شايفين؟ متشمع كويس، مش خفيف خالص، مش خفيف. واضح كده؟ يعني فتيل متشمع كذا مرة. ده الفتيل ده انا مشمعاه معاكم. بتجيب الفتيل، الخيط بتاعك بتاع الفتيل، وتشمعيه مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد لما تحسي ان الفتيل ده تمام، سمكه كويس. يا واضحه معايا كويس؟ دي الحاجات اللي انا هاخدها معايا البازار. الفيديو ده ان شاء الله احتمال انزله لكم بعد البازار باذن الله، وهكلمكم برضو عنه في الفيديو اللي فات. قلت لكم ان انا هنزل وكده ونظبط مع بعض، وهقول لكم ازاي لما تنزلي البازار وهتحتاجي ايه كل حاجه. والحاجات دي برضو انا عامله لك هنا ان انت تاخدي فكره. صورت معاكم برضو قبل كده الكريمه، وصورت معاكم صب الشمع. ف ايه رايكم؟ شايفين بقى سمك الفتيل ده؟ سمك الفتيل ده تخين جدا، ده تخين بس هو مش واضح في الكاميرا. ده سمك الفتيل ده تخين، بيسيح السطح معايا كامل. ممكن بس الفراولات والحاجات دي ما تسيحش، الحاجات دي بتبقى كاشكال ديكوريه اكتر. بس بصراحه شكلها لطيف قوي، والجليترز وكده شكلها حلوه. ايه رايكم؟ مستنيه رايكم تحت في الكومنت. تمام، شايفين الفتيل ده زي ده كمان. شايفين سمك الفتيل ده لون بينك؟ ننزلها لكم في الشورتس، بس هو في الكام بين اللي هو سيمون كده شويه. شايفين سمك الفتيل؟ شايفين ماسك ازاي؟ ده فتيل ناشف مجدول، ده الفتيل المجدول اللي انا كنت شارياه. حلو جدا برضو، فتيل مجدول تقيل. ممكن الكوبايه دي شوي انا لازقاها تحت بالدبل فيس اللي هو اللزق المخصوص بتاع شي ان. تمام، ولازقه معايا وتحفه جدا اهي. حاجه كمان هوريها لكم، العلب المعدن. في بنات قالوا لي ان هم جابوها اللي هي دي وسربت منهم، وسربت من تحت ونزلت. دي رجعيها، يعني ان سربت معاكي ونزلت شمع، لا دي رجعيها، دي مش متقفله كويس. لكن دول كويسين معايا انا، معانتي كمان غيرهم ولون موف وكده، لكن كويسة ولا سربت معايا ولا عملت اي حاجة خالص من تحت اهي، لطيفة جدا. شايفين بقى الفتيل ده برضو انا كنت مشمعاه معاكم. بصوا بقى، لما تيجي تدوها للعميلة وخلاص هي، وخصوصا لو انت في بازار، تقولي لها الفتيل بتقص نص سنتي. تمام، هتقصي الفتيل نص سنتي، تقولي لها لازم النصايح دي ما ينفعش تولعها كده، هتلاقي نار عالية جدا جدا. لو انت ولعتيها كده وطلعتي النار اطفيها وقصي نص سنتي. تمام، لو انت عندك حتى اي كندل خالص وتولعتيها مرة واثنين وثلاثة وحسيت ان النار بتاعتها عالية، قص الفتيل شوية بس، انا بسيبه بحس ان بيبقى شكله لطيف. هتقصي الفتيل نص سنتي وهتسيب لحد لما السطح كله يسيح، هتسيب الكندل شغالة لحد لما السطح كله يسيح. تمام، عندي كمان البونبونيرة القمر، دي بونبونيرة عندي انا اسمها بونبونيرة العروسة، دي اللي هي الفراشة. وعندي هنا ربطلها فيونكة بالشريط الستان، دي بقى بتاخد 2 فتيل.
برضو انا حاطه لها الفتيل اللي هو المجدول، شايفين؟ ايه رايكم في شكلها؟ مستنيه بجد رايكم وارائكم كلها في الكومنتس تحت، يا رب تعجبكم وان شاء الله يعجبون في البازار. ايه رايكم؟ لطيفه قوي. برضو بتقص الفتيل نص سنتي، تمام، بحيث ان الفتيل يبقى نص سنتي وتسيبيه لحد لما الوش كله يسيح. طبعا انا حاطه جليترز ومزوقه بحاجات كتيره قوي واشكال كتيره وقلوب وحبات البن وورد، بصراحه لطيفه قوي، عشان كده اسمها بونبونيرة العروسه. تمام، كده احنا استفدنا ايه من الفيديو ده؟ اختيار الفتيل المظبوط. تمام، لازما اختيار الفتيل بسمكه، لازما السمك يكون مظبوط معايا علشان تسيح الوش معايا بطريقه سليمه. وهعمل لكم زي ما قلت لكم فيديو ان شاء الله للقوالب، برضو القوالب ليها طريقه مخصوصه لتشميع الفتيل اللي انا وريتها لكم، والفيديو اللي نزل الفتيل اللي انا مشمعاه معاكم انا اشتغلت بيه وبصراحه حلو جدا وبيخلي الكاندل تسيح بشكل سليم مظبوط جدا. تمام، يا رب الفيديو